للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح في هذا الانطلاق وهذا السباق التاهيلي الثاني لمهرجان لهذا سن المفاريد في الشحانية. بسم الله وعلى البركة متابعون الكرام، ما زالت الانطلاقات مستمرة ومتواصلة على أرضية هذا الميدان الذي يحتضن هذه المنافسة الصباحية في هذا السباق التمهيدي الثاني. أتقدم مباشرة بانطلاق تاسع أشواطنا المخصص لفئة الإبكار. أتقدم مباشرة مع البداية مع هذا الاسم الذي يستفتح الإذاعة والنزاع، تاتي مع عزة مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبة من يتصدر المجموعة، يقود هذا الركب من الأسماء، يقود هذه الشعارات المنطلقة على هذا المسار المميز. الشهامة ثانيا بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري من يتقدم، بريك من يتقدم في هذا المستوى على ثاني المراكز. المركز الثالث ياتي ويقدم لنا هوايل راشد بن علي بن سعيد البريص المري. والمركز الرابع القدوم من ياتي في هذا المستوى، من تاتي وتتقدم في هذا المسار، تاتي بهذه المجموعة، تاتي بهذا الانطلاق المميز، يقدم لنا هذا المسار الفايز صالح بن حمد بن محمد ابو صلعة من يتقدم، يقدم الفايز بهذا الانتصار بهذا الحضور المميز. الفايز وهي في المركز المرموق، مركز الفوز والانتصار، ما شاء الله على الفايز وهذا الحضور المميز اللي قدمته الفايزة لصالح بن حمد بن محمد أبو سلعة. المركز الثاني كان القدوم والوصول من قبل الشهامة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري على المستوى الثاني. ثالث المراكز القدوم والوصول من قبل رهوق هادي بن سالم بن محمد الفهيدة المري. والمركز الرابع القدوم والوصول من شامه عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من أتى على المستوى الرابع. المركز الخامس القدوم والوصول من معزة مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبة. أعود وأهني مالك الفايزة اللي حضر في هذا الشوط المميز اللي فاجأتنا في الأمتار الأخيرة بالدخول المميز والأكثر من التميز والإبداع في هذا المسار. أتى مع الفايزة وقدم لنا هذا العرض المميز في الأمتار الأخيرة معلنا الفوز والانتصار في هذه الانطلاقة الصباحية لسن المفاريد في هذا الميدان العريق الذي يحتضن هذه الانطلاقة. دقيقتين 11 ثانية و83 جزء من الثانية توقيت الفايزة التي فازت بناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان من قبل الشهامة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري. والمركز الثالث كان الوصول والقدوم من قبل هذا الاسم المميز اللي حضرت معانا ورهوق لهادي بن سالم بن محمد الفيدة المري. دقيقتين 14 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع